شكون انا؟ انا هي ثاني احن امرأة في الجزائر بعد بهية رشدي بيانسير. داير قوجة فيلم سماوه عليا حنان امرأة. بصح في الجزائر ما يحبوش كي تكوني عاقلة وحنينة، والاولاني اللي دار عليا وليدي. لقينا الناس كامل يكيفوا كيفنا، وعلى هذا قررت نقص من الحنانة وندورها غربة، وبديت نتعلم من عند عجوزتي الستوتة القرعاجية، واللي تعلمت منها بزاف عفايس، ولحقت حتى ولا عندي تخمام تاع وحدة كريمينال. ربحت، بات عندي انا فاميليات على كريمينال هنا. مي بيونا ما قدرت لهاش، وعرة بزاف. ما قلتش بسم الله. بسم الله. وبعد العقدة والمشاكل النفسية اللي قعدت شحال وانا في سبيطار على جالها، اليوم الحمد لله راني بدلت الضمان وشفت معرفة وشكلتها مع لي بومبي. داك شو سدها يعطيه الصحة اللي دار الموقف. رمزي طهراوي تفيغة كبيرة. رمزي طهراوي، رمزي الطهراوي في اخر الموسم راح نستضيفه باش تعرفوا شكون هو رمزي الطهراوي. معليش طيب عجبك شويه الفيديو؟ صافا لا باس. عجبني بزاف. يا طريبيا.